افتتحت الجلسة 17 على نحو مفاجئ تدهور مسار إقرار الموازنة العامة المقررة لثلاث سنوات في العراق بعد أن جرى تحديد جلسة السبت الماضي موعدا للتصويت عليها بعد توافق سياسي. أعضاء في اللجنة المالية النيابية أجروا تعديلا يتعارض مع الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليكون هذا الرفض شرارة لأزمة التأجيل على التصويت. قرار محكمة باريس الذي أدان تركيا والإقليم على بيعهم نفط العراق بأسعار تفضيلية لمدة 50 عام، هذا الذي جعل الارتدادات تصل إلى بغداد من خلال اللجنة المالية التي عدلت الفقرة 13 و14. من خلال هذه الفقرة مجبر الإقليم بتسليم النفط إلى سومو، وحتى الإيرادات المتأتية ستكون من خلال البنك المركزي. هذا أثار حفيظة الديمقراطي. المادتان اللتان جرى تعديلهما تنظمان آلية تسديد مستحقات نفط الإقليم لبغداد التي وضعت وفقا لورقة الاتفاق السياسي، فيما يرى النواب المعدلون أن الاتفاق يجب ألا ينسحب على الموازنة. لقد انسحبت تلك الخلافات فيما يبدو داخل اللجنة المالية على الاتفاقات السياسية التي أبرمت قبيل تشكيل الحكومة، وبالتالي نرى بأنه على أقل تقدير الكرد قد لوحوا بأن هناك اتفاق مسبق مع ائتلاف إدارة الدولة الذي لم تلتزم به بعض الكتل. النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله وجه بإيقاف عمل اللجنة المالية إثر تقديمها مسودة الموازنة، ما اعتبره أعضاء اللجنة تدخلا سياسيا يخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه الرجل ويتجاوز سياقات النظام الداخلي لمجلس النواب. رفض أعضاء في اللجنة المالية الربط بين ورقة الاتفاق السياسي والموازنة يراه مراقبون مسار أزمة جديدة قد تطيح باتفاق تشكيل الحكومة ما لم يتم تداركها بالحوار. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.